قدم صندوق العمل تمكين دعما ماليا يصل قيمته إلى 45 مليون دينار بحريني لبرامج تنمية رأس المال البشري وذلك خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2022 الإحصائيات الواردة في تقرير الاستعراض الطوعي لعام 2023 أشارت إلى أن حوالي 55 ألف مواطن قد استفادوا من برامج تنمية رأس المال البشري باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، لذا توجّه الخطط الحكومية والبرامج كافة في الاستثمار برأس المال البشري الذي يشكل عماد الوطن وأساس نهضته وتطوره. ولأن الأوطان تتقدم بتقدم أبناء مجتمعها، يواصل صندوق العمل تمكين رعاية المبادرات التي تدفع الإنتاجية وتساهم في تسريع عجله النمو المستدام. وخلال الفتره ما بين الاعوام 2019-2022 قدم الصندوق دعما ماليا تصل قيمته الى 45 مليون دينار بحريني لبرامج تنميه راس المال البشري. كما ورد في تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2023 ضمن اهداف تحقيق التنميه المستدامه ان حوالي خمسه وخمسين الف مواطن استفادوا من برامج تنميه راس المال البشري اذ شملت هذه البرامج الحصول على الشهادات المهنيه والتدريب على مهارات التوظيف والتدريب التقني والمهني ولفتت الإحصائيات إلى أن حصة المرأة من هذا الدعم تصل نسبتها إلى 58% فيما استفاد 27 ألف مواطن من برنامج دعم الأجور وترجمة لهذه الخطط والبرامج أثبت العنصر البشري البحريني جدارته في جميع الميادين والمجالات باعتباره احد المقومات الاساسيه لتحقيق التنميه المستدامه على مختلف الاصعده والخيار الامثل في سوق العمل